نبقى في الشأن السوري، حيث قتل 7 مدنيين على الأقل في قصف للنظام في محافظة إدلب، حيث أوقعت الغارات الجوية أمس 55 قتيلا وعشرات الجرحى. عاد أبو محمد إلى منزل أقربائه وإلى محله ومنبع رزقه المدمر. عاد في أول صباح تلا مجزرة معرة النعمان، جاء ليساعد في البحث عن الطفل المفقود، علّه يخفف عن عائلة الطفل هول المصيبة. وفي المكان ذاته قد يفلح في إنقاذ ما سلم من ممتلكاته بعد أن نجا بروحه من تلك المجزرة. ولدي من على البرندة صاح يا بابا اجى الطيران بده ينفذ، فالتجأت إلى البيت وضربتني شظي في داني. وقت اللي جاءت الصواريخ قامت الدنيا وقعدت، يعني كأنك شلت الحي وقلبته بالعكس. يا أخي ما بقى نعرف أشو اللي صار، أشو اللي يعني الوضع لتدمير كامل، دمرت الحارة بالكامل. تحت هذه الأنقاض قضت عائلة وائل العدل كلها، ولم تتبقى من آثارهم إلا الذكريات. ومن تحت هذه الأنقاض استخرجت فرق الدفاع المدني جثة الابن بعد ساعات من المجزرة، ثم استخرجوا جثة زوجته أيضا، لا وجود له أو لأفراد عائلته بعد اليوم. لم تكن مصيبة عائلة وائل وحيدة في تلك المجزرة، فهنا انتهت حياة أكثر من 40 مدنيا، وهنا اندثرت حيوات كثر وتشوهت عشرات أخرى. لم يتبقى هنا إلا بقايا ذكريات وبعض آثار بيوت. يرتبك الفاعل إذ ينفي فعل القتل ويرمي التهمة على سواه، يتهم فيها أصحاب الخوذ البيضاء. كانت الصواريخ شديدة التدمير، قد ألقيت من طائرة حربية، ويريد الفاعل أن يبقى مجهولا لهول ما فعل. قصف المكان ولعله عاد بعد ذلك إلى قاعدته ليتابع على الشاشات آثار